الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين اللهم اغفر لنا ذنوبنا ولوالدينا وارحمهم كما ربونا صغارا ولجميع المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات وتابع بيننا وبينهم بالخيرات ربي اغفر وارحم وأنت خير الراحمين لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم اللهم صل على سيدنا محمد صلاة توسع بها علينا الأرزاق ويحسن بها لنا الأخلاق وعلى آله وصحبه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد صلاة تنجينا بها من جميع الأهوال والآفات وتقضي لنا بها يا الله جميع الحاجات وتطهرنا بها من جميع السيئات وترفعنا بها عندك على الدرجات وتبلغنا بها أقصى الغايات من جميع الخيرات بالآيات وبعد الأمان اللهم صل على سيدنا محمد عدد من رقائق صلاة أن ترزقنا من أهل التوفيق وتبلغنا بالحضور إلى بيت العتيق وزيارة قبره وقبر أبي بكر الصديق وعلى آله وصحبه وسلم اللهم رب الحل والحرام ورب المسجد الحرام ورب البيت الحرام ورب الركن والمقام أبلغ لروحي سيدنا محمد منا سلام اللهم يسر لنا زيارة مكة والمدينة ببركة سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم اللهم افتح لنا حكمتك وانصر علينا من خزائن رحمتك يا ذا الجلال والإكرام اللهم افتح لنا قوة العارفين اللهم نور بالعلم قلوبنا واستعمل بطاعة أبداننا وخلص من الفتن أسرارنا وصبر بالعهد والفكرنا وقنا الشر وزواج الشيطان وأجرنا منه يا رحمن اللهم إنا نسألك زيارة في الدين بركة في الأمور وصحة في الجسم وسعة في الرزق والطوبة قبل الموت والشهادة عند الموت والعفو عند الحساب وأمانا من العذاب ونصيبا من الجنة اللهم تب علينا قبل الموت وارحمنا عند الموت ولا تعذبنا بعد الموت يا خالق الموت يا سميع الصوت احفظ لنا من الهر والعقوبة برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم إنا نسألك العفو والعافية في الدين والدنيا والآخرة ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وادخلنا الجنة مع الأبرار برحمتك يا عزيز يا غفور يا رب العالمين رب اجعلني مقيم الصلاة ومن ذريتي ربنا وتقبل دعاء ربنا تقبل منا صلاتنا وصيامنا وقيامنا وركوعنا وسجودنا وقراءتنا وتعبدنا وتمم تقصيرنا يا الله لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم صلى الله على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين أستغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه أستغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه أستغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له لا وحده رب شهد له معه سواه له مسلمان أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له لا وحده رب شهد له معه سواه له مسلمان أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له لا وحده رب شهد له معه سواه له مسلمان الفاتحة أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين واعف عنا يا الله واعف عنا يا رحمن واعف عنا يا أرحم الراحمين اللهم بحق الفاتحة وسر الفاتحة يا فرج الهم يا كسب الغم يا مال عبده يغفر ويرحم ويا دافع البلاء يا الله يا دافع البلاء يا رحمن يا دافع البلاء يا رحيم ارفع عنا الغلا والبلاء والوباء والطعون والشوك المختلف والشدائد والمحن ما ظهر منا وما بطن من بلدنا هذا خاصة من مرد المسلم عامة انك على كل شيء قدير يا الله يا ارحم الراحمين ارحمنا وعافنا واعف عنا ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك التواب الرحيم صلى الله على سيدنا محمد النبي وعلى اله وصحبه وسلم سبحان ربك رب العزه عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين ربي كل والي
لي ورحمك مربيا لسغير ربي اغفر لي ولوالدي 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 ورحمك مربيا لسغير استغفر الله لي وللمؤمنين من هذا استغفر الله لي وللمؤمنين من هذا استغفر الله لي وللمؤمنين من هذا استغفر الله لوالدينا من 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 يا الله بها يا الله بها يا الله بحسن الخاتمة يا الله بها يا الله بها يا الله بحسن الخاتمة يا الله بها يا الله بها يا الله بحسن الخاتمة لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله